العادة الكثير من الناس يود لو أنه يجتمع فيه ما تفرق في غيره، إلا أن المتحدث عنه في هذه اللحظات اجتمع فيه أفضل ما تفرق في غيره. للرجل اللي عنه الحديث اليوم في هذه اللحظات لوحة فنية، كيف جمعت أطرافها، كيف ركبت قطعها، كيف ركبت على مثل هذا التصوير الفني الرائع، هذا شيء آخر، حديث طويل سنعرفه إذا وصلنا إلى نهاية المطاف. سير الرجال والحديث عن الأكابر يعلو بالإنسان إلى آفاق غير معهودة، حيث يرى الإنسان نفسه في ألا مكان، لأنك تتكلم عن أشخاص تنتهي كمالاتهم إلى ما وضعه الله سبحانه وتعالى من حد هو في علمه تعالى، وعلم الله لا نهاية له عز وجل سبحانه. المتحدث عنه أبو دلف القاسم ابن عيسى العجلي، فارس، شاعر، بطل، أحد الأجواد الأربعة الذين عرفتهم العرب على تاريخها الممتد، رجل جمع الله له بين الحسنين، بين ألا يملكه المال وبين أن يرى نفسه غير مالك للمال. وهنا الروعة في شخصية أبي دلف القاسم ابن عيسى العجلي. فتعالوا إلى حكايات ليست ككل الحكايات، وإلى أخبار ليست ككل الأخبار. إنك حين تقرر العيش في صحبة ومعية أبي دلف فأنت تقرر أن تتخلص من الأثقال التي تدنس وتؤثر سلبا على صفاء معدنك البشري الذي يتلوث تارة بما قد تفهم مما فيما هو حولك، أو يتأثر بمن هو حولك. سنرى رجل استطاع أن ينفصل وأن يتصل في واقع عجيب للغاية. من حكايات أبي دلف رحمه الله ذكروا أنا لأبي دلف جار ببغداد، وأن هذا الجار لزمه دين كبير فادح، واحتاج إلى بيع داره، فساومه الناس فسألهم على داره 2000 دينار، يعني داري تساوي 2000 دينار، فقالوا له إن دارك تساوي 500 دينار، فعلى ما جعلتها في نحو 2000؟ فقال لهم وجواري من أبي دلف ب1500 دينار. فبلغ قوله هذا أبا دلف فأمر بقضاء دينه وذهب إلى دار جاره وأعطاه المال وقال له أسألك بالله لا تبع دارك ولا تنتقل من جوارنا. هذا أبو دلف رحمه الله. أبو دلامة شاعر البغلة يسمونه أحيانا لأنه كان من الشعراء
من ذوي المجون والمرح الكثير، لقي أبا دلف في أحد أماكن الصيد، وكان أبو دلف وقتها والي العراق. فجاء أبو دلامة أخذ بعنان فرس أبي دلف وأنشده هذه الأبيات: إني حلفت لئن رأيتك سالما بقرى العراق وأنت ذو وفري، يعني وفرة ونعمة، لتصلين على النبي محمد صلوا عليه، ولتملأن دراهما حجري. هذا أبو دلف يسمع من أبي دلامة هذه الأبيات، رجل خطير يصلي على النبي، بس الله يخليك الثانية املأ لي حجري بالدراهم. فقال أبو دلف: أما الصلاة على النبي فنعم، صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الدراهم فحتى نرجع إن شاء الله يا أبا دلامة. فقال له أبو دلامة: جعلت فداك، لا تفرق بين الاثنتين، عيب عليك يعني تعطيني ذيك وذي لا. فاستلف أبو دلف ممن حضر معه من وجهاء الناس، لأنه ماله يفنى من كثرة العطاء، وصب في حجر أبي دلامة المال حتى ثقل عن حمله. أرأيت كيف المعادلة مع أبي دلف؟ ولأبي دلف أيضا من الحكايات في الحب وأبواب القلوب أخبار أيضا عجيبة. كان لرجل حجازي جارية مغنية شاعرة فاتنة، وكان صاحبها الذي يملك يمينها مشغوفا بها، فأملق في بلده افتقر، فسافر بها طلبا للرزق، يعني أخذها معه في سفره، فقصد بغداد، فسمع به جماعة من أهلها فقصدوه للمؤانسة والمعاشرة، يعني يجلس ينبسطوا معه ويسمع من شعره ويستأنس به ويسمع جاريته تغني شعره، فلم يحظ منهم بطائل، يعني من الجماعة اللي ضيعوا الوقت بس استمتعوا ويمشوا من غير ما يدفعوا، إلا أنهم كانوا يلاحظون الجارية ويولعون بجمالها الفاتن وصوتها الأخاذ، فقطعه ذلك عنهم، يعني قال ذولا جايين يشوفوا يتفرجوا بس، فاشتدت فاقته، فسمع الناس تهمس باسم أبي دلف العجلي رحمه الله، فذهب إليه ولما لقيه مدحه، ولم يكن شعر الرجل بالشعر الطائل، يعني شعر عادي من الشعر الحلمنتيشي، يعني أبو إيش أجبر خاطره بس، فكان شعره يقولون لا يقتضي كثرة الجائزة، فاضطر الرجل إلى بيع الجارية من أبي دلف ب3000 دينار، حب يبيع حبه، كيف يكون حاله؟ فكساه أبو دلف وأوصله وحمله، يعني أعطاه الراحلة وأعطاه النفقة وأعطاه 3000 دينار مقابل إيش؟ جاريته الحسنة. فانصرف الرجل وهو يبكي حزينا، وكان يشكو ذلك لأصدقائه، وأن به شوقا إلى جاريته، وأنه يتألم لأجل فقدها. فانصرف الرجل إلى حاله بعد أن فرغ من شكواه لأصحابه إلى داره. تخيل، يعني هو في طريق العودة لقي أصحابه يحدثهم إيش سوى، إنه باع جاريته ما عنده مال وباع على أبي دلف. المهم ما أن وصل الرجل بعد مجالسة أصحابه إلى داره إلا وجد الجارية في المنزل الذي كان قد اقتراه، جالس معها خادم
وخادمة عجوز ومتاع كثير ومال. فسأل الجارية عن أمرها، يعني إيش فيه؟ فقالت: إني لما فارقت، يعني فارقتك مولاي، عظم استيحاشي عنك حتى امتنعت من الطعام والنوم، فاستدعاني أبو دلف وطيب نفسي بكل وعد جميل: الغنى والعيش والتنعم وما شاكله. فكنت إذا هممت بإجابته، لأنه صارت ملك يمين، يعني تروح لتنام معه أو يستأنس بها، خنقتني العبرة. تذكر أحبها الأول، فلم أستطع الكلام وفعلت ذلك مرارا، فجفاني أبو دلف، يعني انقبض عني، وبقيت في حجرة أفردت لي لا أرى إلا خادما وكل بحفظي وجارية وكلت بخدمتي. وكنت قد قلت أبياتا وعلقتها في رقعة أنظر إليها في كل وقت على باب حجرتي. إيش تقول في الأبيات؟ لو يعلم القاسم العجلي ما فعل، لعاد معتذرا أو مطرقا خجلا، ماذا دعاه إلى هجر المروءة في تفريق إلفين كانا في الهوى مثلا. فإن مولاي أصمته الخطوب بما لو مر بالطفل عاد الطفل مكتهلا، فباعني بيع مضطر وصيره فرط الندامة بعد البين مختبلا، وبت عادمة للصبر باكية كأنني مدنف قد شارف الأجل، بين الضرائر أدعى بالغريبة إن هفوت لم ألق لي في الناس محتملا، فما تبدلت إلفا بعد فرقته ولا تعوض مني غادر بدلا. فاتفق أن أبا دلف اجتاز بباب الحجرة، دخل لينظر هل خف ما أجده أم لا، يعني راح عني التألم لفراقي إلفي وحبي. فجلس يعاتبني ويرفق بي في كلامه، يعني يقول له: خير، ليش تبتعدي؟ لماذا تخنقك العبرة؟ ولم يعمد إلى تهديدي قط، فوجدني على حالي الأولى، يعني باكية حزينة من لوعة الفراق، ولاحظ الرقعة فأخذها فتأملها وقال: الآن يئست منك، وإن رددتك إلى مولاك فمن يرد المال علي؟ فقلت له: أصله يا أبا دلف يرد عليك، وما بقي منه وهو الأكثر الله يخلفه عليك. يعني أصل المال ممكن يرجع اللي تبقى منه، لكن اللي راح منه إيش؟ الله يخلفه عليك. تقول: فأطرق ساعة ساكتا أبو دلف، أنا لو في مكانه ماذا سأفعل؟ لن أفكر ولن أتجاوز حسنها وجمالها، وهي ملك يميني. فلما أطرق ساعة يفكر قال: بل الله عز وجل يخلف علي الأصل. يعني الله عز وجل أنا الأصل متنازل منه لله، وقد رددتك على مولاك وحبك الأول، ووهبت لك ما بقي عنده من ثمنك لحفظك لعهده ورعايتك لحق صحبته، وما أفارق موضعي إلا وأنت على الطريق إليه بأحسن حالك، ف
فاستتري مني الآن فما عدت في ملكي. تقول: فدخلت في حجرتي في خبائي الخاص، وأخذ هو كرسيا عند بابي تلك الحجرة ينتظرني، والكل يهيئ متاعي، فأمر العجوز أن تدبر أمري، وأمر الخادم أن يحمل متاعي، وأوصاهما بحفظي حتى يسلماني إلى صاحبي، وأمر لي بجميع ما احتجت إليه من النفقة والكسوة والكراع، أي الغنم وأبقار، وحمل معي جميع ما كان في حجرتي تلك من الأثاث والفرش، وما فارق الكرسي حتى أخرجت على دابة من داره. فقلت له وأنا باكية: أيا مولاي، يعني يا أبا دلف، قد حضرني بيتان أسألك بالله أن تأذن لي في إنشادهما لك. ما حد يفعل هذا يا جماعة اليوم. فأذن لي فقلت: لم يخلق الله خلقا صيغ من كرم إلا أمير الندى المكنى أبا دلف، رثى لمحزونة بالبين مدنفة، فردها طالبا أجرا على دنفي. فدمعت عينا أبا دلف وقال: أحسنت، وما جزيناك بما يليق بك. وأمر لي بخلعة فوق ذلك، أي هدية من الثياب، ومئة دينار من الذهب، فحملت إليك بالذي تراني به في دارك. رحمك الله يا أبا دلف. أبا دلف لم يكن بالذي يغيب حيث يفقد، ولا بالذي يجهل حيث يوجد. أبا دلف كان إذا سار في الطرقات يرعي سمعه إلى أصحاب الحوائج ولا يتلصص على حوائج الناس، وكأن الله اختار هذا الرجل ليقضي حاجة كل نابغة في زمانه. عبد الله ابن أحمد ابن أبي فنن أحد الشعراء السود، الذي كان مشوه الخلقة ومن أفقر شعراء زمانه، مر أبا دلف على دارهم فسمع امرأته تصرخ عليه من داخل الدار: يا هذا، إن الأدب أراه قد سقط نجمه وطاش سهمه، فاعمد يا رجل إلى سيفك ورمحك وقوسك، وادخل مع الناس في غزواتهم، عسى الله أن ينفلك، أي أن يعطيك من إيش؟ من النافلة، يعني من الأنفال الأرزاق، من الغنيمة شيئا تعود به إلينا بدل أشعارك وأحوالك. مسكين نابغة، إلا أن زوجته لا تعقل. فسار ينشد وأبو دلف يسمع، يقول لزوجته ابن أبي فنن: يا امرأة، اسمعي مني ما أنشدك إياه. قالت له: لا أسمعك الله أوله ولا تاليه، كيف يغيب عنك قولي؟ قال: اسمعيني. فقال لها: ما لي وما لك، قد كلفتني شططا، حمل السلاح وقول الدارعين قف. الدارعين اللي يلبس الدروع من الفرسان. أمن رجال المنايا خلتني رجلا، يعني شايفاني من أهل الناس اللي تعشق الموت، أمسي وأصبح مشتاقا إلى التلف، تمشي المنون إلى غيري فأكرهها. يعني أنا أسمع واحد مات أنا أكره الموت، كيف أروح أن أطلب الموت بنفسي؟ فكيف أمشي إليه بارز الكتف؟ أم هل حسبت سواد الليل شجعني
أو أن قلبي في جنبي أبي دلف. يعني تحسي قلبي هذا اللي جواي زي قلب أبو دلف الشجاع، لأنه كان شجاعا قوي لدرجة أنه كان يطعن بالرمح الواحد الرجلين معا. فارس شايفاني أبو دلف بقلبي أبي دلف. فبكى أبو دلف. هكذا المديح إذا خرج من امرئ لك فاعلم أنها شهادة عليك وليست شهادة لك أبدا. فصار يبكي وقرع الباب ونادى: يا عبد الله بن أبي فنن، أخوك أبو دلف بالباب. فخرج له وقال له: كم أملت امرأتك أن يكون رزقك؟ يعني كم تتمنى أنه يصير مصروفك ومصروفها في الشهر؟ قال: يا أبا دلف، إنها تؤمل 100 دينار. قال: وكم تؤمل أن تعيش؟ يعني أنت كم سنة تتمنى أنك تعيش؟ قال: والله أنا في 50 وما أحسب إلا أن بقي لي من ذلك 20، يعني 70 سنة، 20 سنة باقي لي من 70، يعني 20. قال: فذلك لك علي على ما أملت امرأتك في مالنا دون مال السلطان. وأمر بأن يصرف له كامل المال 20 سنة. رحمك الله يا رب. سبحان الله، عندما يقول الواحد منا في مثل هذه اللحظات: اللهم ألحقني بالصالحين، ما يكون قد أخطأ جملة دعائه في هذه اللحظة. من العجائب تجد في من حولك رجلا يصدقك فيما يقوله لك، ولا تسمعه إلا يفيض حبا لك، وترى نفسك عاجزا عن مكافأته عن قوله فيك في حضورك وغيبتك، بل إنه يقول عنك في غيبتك أعظم مما يقول عنك وأنت حاضر بين يديه. وكلنا ذلك الرجل يحمل همًا لمن يذكر الخير عني. وكان أبو دلف من الذين يذهبون إلى أن القول الحسن فيك لا يمكنك أن تكافئه ما بقيت مطلقًا، بل تجد نفسك مأسوراً مديوناً لمن يقول عنك القول الحسن. سبحان الله. كان أحد الشعراء يسمى علي ابن جبلة، وكان ممن يحب أبا دلف كثيراً، فحفظت عنه أبيات قالها في أبي دلف فيها: إنما الدنيا أبو دلف، بين مبدئه ومحتضره، فإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على أثره. يا دواء الأرض إن فسدت، وبديل اليسر من عسره، كل من في الأرض من عرب بين باديه إلى حضره، مستعير منه مكرمة يكتسبها يوم مفتخره. أبيات. فقابل أبا دلف في طريقه فأنشده الأبيات، فأمر حامل المال أن يعطيه 100,000 درهم وبكى. إيش وراء هذا الرجل بس يبكي؟ يا جماعة، خير ما يمكن أن تعبر به عن أنك مدين لآخر دمع العينين ولو كنت صامتا، فإن الدموع عندها هي خير ما ينطق ساعتها. وقال له: والله لم أقضي حقك، ولو أعطيتك 1,000 درهم، ولو أعطيتك، هو أعطى 100,000 درهم، قال: ولو أعطيتك 1,000 دينار ذهب ما كنت قاضيا حقك. فقال علي بن جبلة:
أبو دلف كنت لا أدخل عليه إلا يلقاني ببر، دائما يعطيه شيء، فلما أفرط انقطعت عن زيارته. أنا قاعد كل ما جيت وأعطاني خلاص. فبعث إلي صاحبا له وكتب لي يقول في رقعة، كتب له رسالة: لما هجرتني؟ ليش تركتني؟ قال: فكتبت إليه باكيا: هجرتك؟ أنا هجرتك؟ لم أهجرك من كفر نعمة، وهل يرتجى نيل الزيادة بالكفر، يعني كفر النعمة، ولكنني لما أتيتك زائرا فأفرطت في بري عجزت عن الشكر، من الآن لا آتيك إلا مسلما، أزورك في الشهرين يوما وفي الشهر، فإن زدتني برا تزايدت جفوة، ولم تلقني طول الحياة إلى الحشر. فوصل هذه الأبيات إلى أبي دلف، فصار يبكي ويقول: احملوه إلي بالقوة. فجاء فقام إليه وأنشده أبو دلف: ألا رب ضيف طارق قد بسطته وآنسته قبل الضيافة بالبشر، أتاني يرجيني، فما حال دونه ودون القرى من نائلي عنده ستري، وجدت له فضلا علي بقصده إلي وبرا يستحق به شكري، لم يعد أن أدنيته وابتدأته ببشر وإكرام وبر على بري. أنا ما سويت شيء، بس فقط ابتسمت له بر بسيط، وزودته مالا قليلا بقاؤه، اسمع، وزودني مدحا يدوم على الدهر. قال: يا أخي فلوسي هذه حتروح، لكن ما قلته في يبقى إيش؟ ونحن اليوم 1428، وتبقى من بعدنا، نذكر أبيات علي بن جبلة الذي لما قال له أبو دلف ذلك أمر له بوصيف، والوصيف يحمل له كيسا فيه 1000 دينار من الذهب. أبو دلف أعتبره الرقم الصعب في سلسلة الكرماء، والكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. حصل وأن المعتصم الخليفة العباسي استهدى من أبي دلف كلبا أبيضا كان له. أبو دلف كان أمير الكرج في العراق، بل هو مؤسسها، وهو الذي كان يأخذ خراجها، فقد كان موسرا رحمه الله. فلما استهدى المعتصم هذا الكلب منه، جعل في عنق كلبه قلادة من جوهر أخضر. بعضنا سيقول الآن: إسراف، وهذا لا يصح. يا سيدي، كل ينفق على إيش؟ على قدره، ونفقة كل على حسبه، فلا تحسب ما هو في حقك إسراف لفقرك وقلتك أنه إسرافا في حق مثل أبي دلف، هذا ليس إسرافا. وقد يأتي الشيطان ويقول: كيف يقتني كلبا والملائكة تنفر من صاحب الكلب؟ ومن قال لك أن أبا دلف لم يكن كلبه هذا كلب حراسة أو حاجة؟ عموما، نعود إلى أجوائنا الدلفية إن كان يصح أن يقال هذا. كتب على القلادة هذه الأبيات أو هذه الوصايا. يقال أن أبا دلف كان متعدد الوفاء، بمعنى
يفي للحيوان قبل الإنسان. واليوم بدل أن يكون الإنسان أخ الإنسان أصبح الإنسان ذئب الإنسان. يقول أبو دلف: أوصيك خيرا به، فإن له خلائق لا أزال أحمدها، يدل ضيفي علي في ظلم الليل إذا النار نام موقدها. اللي يولع النار أحيانا ينام والضيف ما يعرف أنه دار أبو دلف تأوي الأضياف، فلما يشوف الكلب أضياف أبو دلف إيش يسوي؟ يعوي، يهر الكلب يعني يصرخ حتى يدل الأضياف على بيت أبي دلف، فيقول له بالله هذا كلب مكانته عندي إيش رفيعة، يعني هو عمم حاله على كل شيء من حوله. يا جماعة، بعض الناس يجتهد أن يصبغ الأشياء بطبيعته، والأفضل من الناس من تنجذب الأشياء إلى طبيعته، وهذا أبو دلف، ويا ليتنا نبلغ مثل الذي بلغ. من العجائب أن هذا الرجل أحسب أنه ألغى مفهوم شيء يسمى المال، لدرجة أنني أشك أن هذا الرجل يعرف أن الدراهم والدنانير مال، لأن ما يفعله الرجل في دنيا الكرم الخاصة به ليس كرما، بل هو تجاوز حدود الكرم الغير معهود إلى كرم لا يعلم بحجم مثله إلا الله رب العالمين سبحانه. يا هوان المال على أهله وهم يملكونه، إلا أنهم يتذوقون منه تذوق المعافى السليم. أبو دلف كان من عادته كما يقول العتابي: نجتمع على باب أبي دلف فكان يعدنا بأمواله من الكرج، المدينة التي بناها في العراق وغيرها، فإذا جاءته الأموال أمر بالأنطاع، الأنطاع اللي هي البسطة اللي من الجلد، أن تفرش، ثم يتكئ عليها قائما بسيفه، فيأمر غلمانه أن يفرش المال القادم كله عليها، ثم ينشئ يقول لأصحابه عند بابه: ألا أيها الزوار، لا يد لي عندكم، لا يد لي عندكم، أياديكم عندي أجل وأكبر، يعني أنتم أهل الفضل علي، فإن كنتم أفردتموني بالرجاء فشكري لكم من شكركم لي أكثر. يعني يقول أنا خجل، تخيل هو المتفضل، إلا أن شخصية الذي يحس بفضل غيره عليه أعظم، لذلك ليس من المهم أن يتفضل عليك أو أن تطلب معروف أحد إليك، بل الأهم أن تتفضل على أحد ولا ترى لنفسك عليه معروفا. فما الذي يحصل؟ يقول العتابي: فينهب كل المال على قدر قوته ثم ينصرف، وهو يهش لنا ويبش: رحم الله أبا دلف. هذا الرجل
يحسب أنه من المتعبات أخباره وسيرته، إلا أن بعض التعب لا بأس منه. من عجائب دنيا أبي دلف وروائع هذا الرجل، أبو دلف جاءت عليه فترة لكثرة عطايا ركبته ديون. يا جماعة، نحن العادة أن أرباب المال منا تركبهم الديون لكثرة صفقاتهم وتبدد استثماراتهم أو لاضطرارهم للدخول في أمور لم يكونوا قط يتوقعون أن الأمر يؤول فيها إلى غير ما يريدون. إلا أن أبا دلف الفرق الذي صنع الفرق، فإن الديون ركبت أبا دلف لماذا؟ لكثرة عطاياه. واشتهر هذا عنه في البلدة، فما الذي جرى؟ لله تعالى اختبار للعبد في مثل هذه الحال وفي غير هذه الحال. متى تعرف أنك صاحب تلك السمة وموصوف بتلك الصفة؟ ليس عندما تستطيع، إنما عندما لا تستطيع وأنت تستطيع. هذه كيف تفهم عن ما الذي جرى؟ اشتهر أنه مديون بسبب كثرة إيش؟ العطاء. دخل عليه أحدهم، السلام على أبي دلف. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أيا رب المنائح والعطايا، دخله بشعر، أيا رب المنائح والعطايا ويا طلق المحيا واليدين، لقد خبرت أن عليك دينا فزد في رقم دينك واقض ديني. يا ناس، يقول له فزد في رقم دينك واقض ديني، يعني زيد على دينك. فقام فأعطاه من متاع داره وبعض المال الذي كان لبعض أهله، وقال له خذها واقض بها دينك. رحمك الله يا أبا دلف رحمة واسعة. سبحان الله، بالفعل كريم المدينة مديون، إلا أن أبا دلف في ظني كان قد فصل اللاء عن العطاء، فلم يكن لعطائه لاء مطلقا، فكان الله يهيئ له من أسباب العطاء ما لا يمكن أن يسبقه لاء مطلقا. رحم الله أبا دلف. تعالوا إلى أواخر صفحات شيء من حياة أبي دلف رحمه الله. لما مرض أبو دلف مرض موته، حجب الناس عن الدخول عليه لثقل مرضه، دخل في غيبوبة. فاتفق أنه أفاق في بعض الأيام، فلما أفاق قال لحاجبه، وكان اسم حاجبه بشر، من بالباب من المحتاجين يا بشر؟ فقال له بشر، عشرة من الأشراف وقد وصلوا من خراسان، وقد مضى وهم بالباب عدة أيام، لم يجدوا طريقا إليك يا سيدي. فقعد على فراشه واستدعاهم ليدخلوا عليه، فلما دخلوا رحب بهم وسألهم عن بلادهم وأحوالهم وسبب قدومهم، فقالوا ضاقت بنا الأحوال وسمعنا بكرمك فقصدناك يا أبا دلف. فأمر خازنه أبو دلف بإحضار بعض الصناديق، وأخرج 20 كيسا، في كل كيس 1000 دينار،
ودفع لكل واحد منهم كيسين، ثم أعطى لكل واحد منهم مؤونة طريقه، وقال لهم: لا تمسوا الأكياس حتى تصلوا بها سالمة إلى أهلكم، واصرفوا هذا في مصالح الطريق. ثم قال لهم أبو دلف: واسمعوا هذه التالية: ليكتب لي كل واحد منكم بخطه أنه فلان ابن فلان، حتى ينتهي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليذكر كل واحد منكم جدته فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ليكتب في الرقعة التي بين يديه: يا رسول الله، إني وجدت ضائقة وسوء حال في بلدي، وقصدت العبد الفقير أبا دلف العجلي، فأعطاني 2000 دينار كرامة لك وطلبا لمرضاتك ورجاء ليوم لقائك وسؤالا لشفاعتك. فلما كتب كل واحد منهم ذلك، تسلم أبو دلف، وأحسب أن يداه كانت ترجف تلك الرقاع، وأظنه قد ضمها إلى صدره وبللها بدمعه، وأوصى من يتولى تجهيزه إذا مات، وقال له: يا بشر، ضع تلك الرقاع في كفني حتى ألقى بها رسول الله أعرضها عليه عند حوضه صلى الله عليه وآله وسلم. توفي أبو دلف رفيقنا، بل نحن رفقاؤه في هذه اللحظات ببغداد، بغداد العز أعادها الله، سنة 26 وقيل 25 و200 من الهجرة، 225 هجرية، ستشهد وما بعدها لأبي دلف بأنه أحد الذين عرفوا بصدق وحق الله الواسع، أي الذي إذا أعطى أدهش.